اليوم يفتتح مكتب جوازات الإلكتروني في قضاء زبير، وطبعاً هو لأول مرة في تاريخ القضاء يفتتح وبهذه الحلة، حيث تم تضافر الجهود من قبل ديوان محافظة ووزارة الداخلية، وكذلك مساهمة من قبل شركة النرجس في إنشاء هذه البناية. وطبعاً تندرج فتح مكتب الجوازات ضمن خطتنا لإنشاء أكبر عدد من الدوائر في قضاء زبير. افتتحنا أكثر من 5 دوائر خلال 5 سنوات الماضية، وحالياً نسعى لإكمال فتح بقية الدوائر، حيث تم إنشاء أو تم إدراج مشروع لإنشاء 14 دائرة حكومية في موقع واحد، وهو في موقع معسكر عكب القرب من المربد. سوف تكون بنايات حديثة ومؤهلة. بالنسبة لمكتب جواز الزبير، سوف يغطي مركز قضاء زبير وكذلك قضاء صفان وناحية مقصر وناحية الخور، وكذلك مناطق الشعابة والخور والمزارع وكافة المناطق المحيطة في قضاء زبير. هذا الأول من نوعه، طبعا سيوفر الكثير من العناء على المواطن، الذهاب إلى مركز سنتر البصرة والازدحامات الحاصلة والتأخير كذلك في إصدار الجواز. اليوم سنفتتح هذا الإنجاز الكبير صراحة لخدمة مواطنينا وأهلنا وناسنا في القضاء. سيوفر علينا الكثير من الأمور المالية وكذلك سيوفر الوقت، سيصدر هذا الجواز خلال 20 دقيقة، وأقل من 20 دقيقة سيكون هنالك الدفع المالي الإلكتروني، وإضافة إلى عدم وجود أوراق كثيرة واستنساخات سيكون هنالك أرشفة إلكترونية خاصة. شلون شفت الإجراءات اليوم؟ والله إجراءات ممتازة حقيقة وسلسة، والكادر ممتاز يعني. نعم. حقيقة يعني وسريع جدا، مع أنه التواصل مع الشبكة مو زين، بس هم الجاي بذلون جهودهم يعني ممتازة. ماكو، هسه جيت أنا الصبح، هسه قال لي روح استلم، ادفع فلوس واستلم، يعني كل شيء ممتاز. أنا راجعتهم بالبصرة قالوا راح نفتح بالزبير، وأنا بيتي هنا بدور الضباط. والله جهات كلش جيدة، كلش سهلة وبسيطة، هم كلش متعاونين الإخوان بهذا الموضوع الحمد لله والشكر. يعني أنا ما صار لي حتى أقل ربع ساعة كملت الإجراءات كاملة ومنتظر استلام الجواز. توجيه وأمر معالي وزير الداخلية أنه في كل قضاء يفتح مكتب جوازات إلكتروني. حاليا تم افتتاح مكتب جوازات القرنة، واليوم نشهد افتتاح مكتب جوازات الزبير الإلكتروني، كذلك قضاء الزبير. وحسب توجيه وأمر معالي وزير الداخلية ضمن المرحلة الثانية من تطوير من الانتقال من المرحلة الثانية في إصدار البطاقة الوطنية، تم إن شاء الله تهيئة موقع في هذا المكان ليكون موقع تسجيل مركزي لتسجيل المواطنين الذين هم نفوس محافظات أخرى، يكون تسجيلهم في هذا المكان وإصدارهم بطاقة وطنية. هناك 13 مشروع محال إلى محافظة البصرة على خطة 2024، كذلك عندنا مشاريع لتوسعة الدوائر وبناء قاعات والانتقال من العمل في داخل قاعات غير مؤهلة، خلينا نقول مثلا بناء كرفاني أو غيره، إلى بناء قاعات. إحنا حاليا الجواز مكتب الجبيلة ومكتب القرنة نصدر ما يقارب 1000 إلى 1250 جواز باليوم. مع هذا الجواز المتوقع أنه نوصل إلى 1700 جواز باليوم. طبعا تعرف اليوم شركة النرجس أصبحت هي جزء من نسيج قضاء الزبير، واللي يهمنا مو فقط مشروع البنى التحتية يكتمل والبناء الفوقي، إنما تهمنا كافة الدوائر الخدمية اللي تخدم أهلنا في قضاء الزبير. فنحن على أتم الاستعداد لتقديم العون للدوائر المعنية اللي تخدم قضاء الزبير، تخدم أهل قضاء الزبير إن شاء الله. ونحن مستمرون لإنجاز المرحلة الأولى كما أكتملت المرحلة الثانية، ليكون قضاء الزبير هو الأفضل والأجمل إن شاء الله في عموم العراق. طبعا اليوم حضرنا هذا الصرح وهو افتتاح مكتب جوازات الإلكتروني في قضاء الزبير. مثل ما تعرفون بالنسبة للزبير مهم جدا من ناحية الصناعية ومن ناحية النفطية ومن ناحية الزراعية، لذلك إن شاء الله نعد أهالي الزبير بافتتاح أكثر وأكثر. ولدينا خطة أيضا افتتاح مديرية كهرباء فرع غرب البصرة أيضا في الزبير. باسم سادات وشيوخ ووجهاء وجماهير الزبير، الحقيقة نقدم شكرنا وتقديرنا العالي للسيد معالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري المحترم، والسيد محافظ البصرة الأستاذ أسعد العيداني المحترم، والسيد قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر،
السعيدي المحترم والسيد مدير الجوازات والأحوال المدنية العميد حازم اللامي المحترم، وكل من شارك في هذا المنفذ العظيم بافتتاح جوازات في قضاء الزبير، والذي يخفف عن كاهل المواطن والمنطقة. والزبير الحقيقة يشمل سفان، مقصور، الشعيبة، الرميلة، كل غرب البصرة اللي افتتحوا هذا المنفذ الكبير وأصدار الجوازات لتخفيف المعاناة عن المواطن، وهذا مشكور عليها الحكومة المحلية وكل من ساهم بهذا الصرح العظيم.